أخبار مهرية باختصار. الإمارات تعزز ميليشيات الانتقال بعربات عسكرية في أرخبيل سقطرى. العربات وصلت إلى الأرخبيل في وقت سابق على متن باخرة وسط استنكار من السلطة المحلية. الأمم المتحدة تعلن إصابة 6 عمال بغارة جوية على ميناء الصليف بمحافظة الحديدة. البعثة الأممية قالت إن الغارات استهدفت مستودعاً ومقر إقامة تابعين شركة للإنتاج الغذائي. وزير الصحة قاسم بوحيباح يدعو إلى إغلاق أماكن الإزدحام ووقف التجمعات لمواجهة وباء كورونا. بوحيباح قال إن وقف التجمعات الكبيرة هي خط الدفاع الأول والأهم في مواجهة الوباء. النجم كليان مبابي يسجل رقماً قياسياً بعد أن حقق مئويته الأولى خلال 142 مباراة. مبابي البالغ من العمر 22 عاماً يعد أصغر لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الفرنسي للدرجة الأولى. شركة تويتر تسعى لإضافة ميزة التراجع عن التغريد لكن بمقابل مالي. الخطوة تأتي ضمن دراسات تجريها الشركة لطرق الاستثمار في منصتها. إلى اللقاء باختصار آخر.